مساء الخير على حضراتكم متابعينا الكرام، متابعي موقع تحيا مصر في كل مكان. برحب بحضراتكم موجودين معكم في بث مباشر جديد وتغطية جديدة من داخل محافظة الدقهلية. بنتابع مع حضراتكم محاكمة المتهمين بقتل الطفل يوسف الشوامي. محمود أبو زيد، السيد عبد الله محمد العرب، غالي محمد عبد الله محمد. الحضور ده بالنسبه للمتهمين حاضر. معاليك ابراهيم مرسي محمد عبد الدعم الحمد. مش بس الحضور المتهمين الاول ماشي. اللي حاضر مع علاء حماده محمود. مش حضور علاء؟ فين المحامي بتاعك يا علاء؟ مش محامي؟ هنجيب لك محامي من عندنا هنا؟ ها؟ طب ايه المطلوب يعني؟ هتجيب محامي ولا هتعمل ايه؟ ها؟ فين المحامي بتاعك؟ ها؟ مين المحامي بتاعك؟ الثابت عبد الآن. مين؟ الثابت عبد الآن. طب هو فين؟ لسه ما عندوش. انا هندوب لك محامي يا علاء. السيد عبد الله محمد. السيد سيد فين المحامي بتاعه يا جماعه؟ مفيش. معاك محامي يا سيد؟ اجيب لك محامي من عندنا. معاك محامي يعني سيد؟ ها؟ مين المحامي بتاعك؟ يعني علاء والسيد معاكم محامي واحد اللي هو اسمه الاستاذ ايه؟ ثابت عبد الادم. استاذ ثابت عبد الادم. طيب رنا محمد عبد عبد النور. استاذ فين رنا؟ حاضر معاه الاستاذ. طيب انا هندب لكم بقى محامي يا علاء انت والسيد، وبرضه هاجي لها الدور المقبل. يعني المحامي بتاعكم جه كان ابيها ما كانش، المحامي المنتدب بقى هو اللي ايه هيترافع عنكم. ماشي؟ ها؟ وليه؟ قلت له ايه سمعني؟ انا هسمع لك حاضر، بس لازم يكون معاك محامي برضه، ما هو مش هينفع. يعني برضه انا هسمع لك، واللي انت عايزه هتقوله هسمعه لك يعني. وكل اللي انت عايز تقوله برضه هسمعك للنهايه. بس برضه لازم يكون معاك ايه محامي بحسب القانون يا ابني، انا ما بجيبش حاجه من عندي. انت فاهمني يا سيد؟ انت وعلاء بالنسبه للمدعي بحال مدني حضرنا مشرف الاستاذ ابراهيم مرسي محمد معانا في دعوه مدنيه. ايوه في دعوه مدنيه. في دعوه مدنيه مع مشرف. ايوه خلاص. كام المبلغ؟ مبلغ 15000 واحد. من مين؟ من والد والده. الوالد والوالده؟ اه اظن شخصهم. ايوه. مين بقى الوالد؟ احمد. والوالدة دينا. بقاء لله. في اي طلبات يا استاذ وحدان؟ مبدئيا بعد اذن الله المضطر عايزين استخراج شهاده من المحضر رقم 8404 2023 اداري. المحضر ده ضم في الاوراق، بس الاوراق اللي قدامي مفيش فيها. ايه المقصود من المحضر ده يا استاذ وحدان؟ يعني هقول بعد اذن الله التحريات اللي وردت بعد اذن الله الموقره من محمد بن بنا رئيس مباحث بالاس، وردت في تاريخ اللي هو تاريخ 22/2، وردت على المحضر المقدم إدارة السكمون اللي هو المحضر الجنة. أنا عندي محضر إداري من الأس. المحضر ده بيتكلم على إيه؟ يعني ليه أنت عايز تطلب ضم ده وصورة رسمية؟ هيبقى في دفع متعلق بالمستند ده بعد إذنك بإذن الله المحضر. ما هو برضه عشان أجيل لك أبقى عارف يعني إيه المقصود بالمحضر، يعني أو إيه المقصود بالمستند ده؟ أنا المحضر مش هنقول سر يعني. المحضر ده اتفتح وقعة اختطاف الأول في البداية. في البداية اللي هو 8404. بالأس. المحضر ده على أثره بعد كده لما جه رحمة الله عليه، بص رحمة الله عليه ظهر، اتفتح محضر إداري جديد سكموني. هو الرقم الإداري الجديد. حصل قرار هنا بضم المحضر ده لوحدة السبب، وضم المحضر اللي هو 8404 ضمه للرقم الجديد اللي هو الإداري السكموني. وصدر بعد كده أمر الآن لوجه لإقامة الدعوة الجنائية
تم التظلم، خد رقم جديد اللي هو الرقم الجنح اللي انا قدمت بيه بعد كده. فوجئت من النهارده في الصحيفه 54 بعد اذن الهيئه المؤقره، حيث ورى محضر تحريات في 22/2/2024، محضر تحريات من رئيس مباحث بالاس، مش الستابوني، بالاس، والثابت بشان وقعه المحضر 8404. المحضر ده في الاساس اصلا لمقدمه. تعالوا شويه كده لو سمحتوا يا جماعه، احنا قلنا مش عايزين الوضع ده، الله يخليك يعني، لو سمحتم لو سمحتم. 8404 في بلد الامر بعد اذن عدالة المحكمه اللي هو ايه تاني غير الطلب ده؟ بس عشان ما تتوهنيش يا استاذ وهلان، انا طالب بس، انا مش عايزك تتوهن، الله يخليك يعني. استخراج شهاده من المحضر رقم 8404 بس كده؟ ده الطلب الوحيد؟ ده الطلب الوحيد. في رقم، في حاجه طلب تاني، بس انا يعني انا ما اقدرش اتمكن منه الا بالرجوع للمتهم. اللي هو المتهمه النهارده قالت انا بلغت مميلة حماده الصحيفه 154 بعد اذن عدالة المحكمه. حماده عطله يعني؟ حماده عطله. انا حماده عطله ده لما انا سالت قالوا ده مخبر. ما انا النهارده لو انا اللي بلغت المخبر يبقى فيه ليا دفع، اصل انا بدي في الدفاع. فرقت ايه يا استاذ وهلان؟ يعني الوقت هي بحبحت او فضفضت مع حماده وحماده بلغ، ممكن نروح لنص فرقت ايه؟ هي حضرتك، هي حضرتك اعترفت ولا ما انت بتشكك في اعترافها؟ لا لا لا، انا مش على وقع. يا رنا تعالى، يا رنا تعالى، قربي مني كده يا رنا، بس كده بس كده، بصي لي بقى كده. انت اسمك ايه بالكامل؟ رنا ايه؟ رنا محمد. شال ايه يا رنا؟ شال ايه؟ محل دجاج يعني. انت الواقعه دي حصلت يا رنا؟ لا يعني حكايه الاستدراج الطفل الصغير يوسف ده والقصه اللي انت حكيتيها في التحقيقات ديت، حصل الكلام ده؟ حصل يعني، يعني حصل الكلام ده، وان انتوا خدتوه وقعدتوه في البيت عندكم، كنت لسه على ذمه السيد وطلقك خلاص يعني، مطلقه حاليا. انت منين اصلا؟ الاس ولا عزبه الزيني يعني؟ عزبه الزيني. وانت كنت مقيمه مع السيد ده في الشوامي اللي هي مركز بالاس، ماشي؟ ف لما انت اتطلقتي، الاستاذ بيقول عليه حماده ده، حماده ده بيشتغل ايه؟ ها؟ بحبحتي له انت بقى، فضفضتي بقى شويه له، حكيتي له يعني ايه؟ ضميرك يعني انت اللي قلت له على الواقعه، قلت له على اللي حصل يعني بعد 4 شهور من حدوثها يعني. ايه اللي خلاك تقعدي مع حماده ده وتحكي له يعني؟ لا يعني ايه اللي خلاك تفكري تحكي له يعني وتقولوا له على اللي حصل يعني؟ ضميرك يعني انبك كده وضميرك صح يا رنا يعني؟ وكانوا بيهددوكي برضه؟ كان مين اللي بيهددك؟ مين اللي بيهددك؟ انت معاكي اولاد؟ معايا اتنين. معاكي اتنين، من السيد ده ولا من غيره؟ من الاهل؟ من الاولاني. كنت متجوزه قبل كده؟ ابو ولادك وما زال عايش يعني. كانوا بيهددوك بقى؟ اللي كان بيهددك علاء والسيد يعني، ان انت لو كلمتي هيخطفوا اولادك يعني. انت بعد ما اتطلقتي بقى فكرت بقى ان انت ايه تتكلمي يعني، فقلت اشمعنى حماده بالذات اللي اخترتيه ده بقى اللي هو حماده عطله صاحبهم؟ طب لما انت حكيت لحماده وقلت له على اللي حصل يعني، والناس دي عملت كذا، وان انا جبت الولا وقعدت ومش عارف ايه، وقعدناه 4-5 ايام من غير اكل، وكان بياخد لا لا بابا، انا كنت باكل الولا ما كانش بيتعمل. امال بيقولوا ادويه ايه اللي كانوا بياخدها؟ ما انت قلت الكلام ده يا رنا. كانوا بيدوا له ادويه اديها له، ما كنتش بديها له والله العظيم. انت بتشتغلي ايه اصلا، ممرضه ولا كنت؟ امال ايه انت بتدي الادويه ازاي؟ كنت بقول له كان بياخد حقن. كانوا بيدوني الحقن ما كنتش بديها. انت بتعرف تدي؟ بتعرف تدي حقن؟ اه. امال الولا كان بينام ازاي؟ ما كانش بينام، هو يعني كان النوم بيستره، المروحه بتستره بينام. كان ايه؟ كان النوم بيستره بينام. كان من الضعف والتعب. لا لا ما كانش، هو بقول لحضرتك كان بينام شهر. طب ما هو قعد 5 ايام من غير، قعد 5 ايام من غير اكل يا رنا. لا كنت باكله وكنت بشربه. كنت بتاكله وبتشربيه؟ كنت باكله وكنت بشربه. امال انت قلت له انتوا كنتوا بتمنعوا عنه الاكل في التحيات؟
ها؟ انا اللي كنت قاعده معاه، انا اللي كنت في الاوضه معاه. مش حد بيدخل عليها الا انا. طب ليه ما فكرتيش تبلغي ليه يا رنا؟ يعني ما فكرتيش؟ انت كنت رافضه طبعا الموضوع ده، كنت رافضه ان هم يعني يفضلوا خاطفينه، وان هم يطلبوا من والده مبالغ ماليه او كلام من ده. طب ليه ما بلغتيش؟ هم كانوا اصلا بيندهوا وبيزعقوا، ده البيت جنب البيت تقريبا، يعني حسب ما يقال يعني. ها؟ لا يعني ايه اللي خلاك ليه ما بلغتيش اهليته؟ ما بلغتيش حد كذا يعني؟ ما تعرفيش ازاي؟ يعني ما كنتش بتسمعي الناس وهي بتنده وبتزعق يا جماعه يوسف فين؟ يا جماعه يوسف مش عارف ايه؟ اللي يلقى يوسف وهو كلام من ده؟ ما كنتش قادره تبلغيهم؟ والبيت جنب البيت كمان؟ يعني مثلا هل هم كانوا مثلا عاملين عليك مثلا حصار مثلا؟ او مخوفينك؟ يعني كانوا حابسينك معاه؟ مع يوسف ما كنتش بطلع من الاوضه. كانوا حابسينك مع يوسف نفسه؟ ما كنتش بطلع من الاوضه. وانا كنت خايفه ان ياخدوا الولد يعملوا في اي حاجه. انت اصلا غريبه مش من البلد دي طبعا. هو بين الزيني دي وبين الشاومي قد ايه مسافه يعني؟ مواصله. مواصله. يعني مواصله يعني قد ايه كده؟ 2 كيلو مثلا؟ 5 كيلو؟ او اقل. تقول ايه؟ نص ساعه او اقل. نص ساعه تقريبا مواصلات يعني. فلما اتطلقتي بعدها بقى من السيد، ففكرت بقى ان انت تبلغي. طب حماده ده بقى من الشوامي؟ لا، حماده من بلقاس. من بلقاس نفسها؟ من الزين ولا من بلقاس؟ لا، من بلقاس نفسها. طب عرفتي منين حماده ده؟ عرفت حماده ده منين؟ صاحب اخواتي. فانت بقى فكرت ان انت تحكي له بقى على اللي حصل يعني. طب لما انت حكيت له بقى قال لك ايه؟ يعني كان رد فعله ايه لما انت كلمتيه؟ ما انا قال لي لو رحت بلغتي هما هيأذوا لك عيالي، ما تفتحيش بقك عشان خاطر. هو بقى اللي راح بلغ. ايوه. هو بقى اللي راح بلغ فيهم. اه. وانت كمان بالمره. أيوه. وبناء عليه بقى قاموا بعت لك من المركز. وبدأ ضابط رئيس المباحث ياخد ودي معاكي اللي هو أيوه. محمد بيه البنا يعني. قاعد ياخد ودي معاكي يعني. أيوة. حكايتينه على كل اللي حصل. فبعد بقى جاب السيد وجاب علاء. كان السيد هناك اصلا. اه. يعني كان السيد اللي هو ايه اللي كان متجوزك ده. أيوة. اه. كان السيد موجود اصلا. واقر برضه بالكلام ده. طب انت لما رحت النيابه اعترفتي كل اللي حصل يعني؟ محدش ضغط عليكي؟ لا. ولا حد اكرهك؟ لا. ولا حد مثلا هددك بحاجه؟ ما كانش فيه اي اكراه ولا اي حاجه يعني. وحكيت لهم عن اللي حصل. اه. يعني انت وكان هدفك ايه بقى من الخطف لما هم قالوا لك يعني ان انت ما هو بيقول ان انت اللي استدرجتيه يا رنا. انا؟ اه بيقولوا انت اللي جبت الولا في البدايه. امال لما انت قلت الكلام ده؟ خدوه من على البوابه. بوابه ايه بقى؟ اي بوابه؟ اي بوابه؟ بوابه ايه؟ بيته يعني؟ في بيته هو يعني. اه. هما اللي خدوا اللي جابوا مين بقى؟ مين هم؟ علاء. علاء. اه. اللي هو الاولاني. اه. وجابهولك بقى في البيت، طب انت لما جابهولك كان رد فعلك ايه يا رنا؟ لا يعني لما جابهولك انت قلت له انت جايب لي الواد اعمل بيه ايه يعني؟ ولا انت كان عندك علم بالمخطط اللي هم متفقين عليه؟ لا، كان عندي علم بالمخطط. كانوا متفقين على اساس ان هم يساوموا والده ويطلبوا منه مبالغ ماليه في مقابل ان هم يطلقوا سراحه يعني. ولما الولع ولا هم الولا عرفهم قال لك انا هكون وديه في مكان ونجيب ادويه تمسح له الذاكره. اه يعني لما الولا عرفهم تخافوا طبعا على نفسهم فقال لك لا احنا ناخده نوديه في مكان ما ونملحه الذاكره وبعد كده نساوم والده. أيه. وانت كنت موافق على الكلام ده يا رنا؟ أيه. ها؟ قلت له ودي الولا لبابا. لا قالوا لك ايه لما قلت لهم؟ كانوا بيدوروا معاه. اه. وكل حته رحت فيها استاذ احمد هم كانوا ماشيين معاه على طول مع والده يعني مع والد يوسف يعني. اه. اه. وانت كان قاعده مع يوسف ازاي؟ طب انت لما قلت لهم وديهم ما بلغتيش اهله ليه بقى لما هم رفضوا؟ خايفه منهم. خايفه منهم على نفسي، انا خايفه منهم على عيالي. وانت كمان مش خايفه على نفسك ولا ايه؟ مشكله نفسي بس المشكله عيالي. طب لما قالوا لك ان الولا مات والكلام من ده وكده. طب انت عارف ازاي انه مات؟ قالوا لي
عرفت ازاي ان هو الولد مات؟ بعد ما خدوه مني كانوا واخدينه مني يوم الاربعاء بالليل. ماشي؟ انت مودي الولد فين؟ انا ايه اللي مودينه؟ مودي الولد عند ناس كمان ان هم يحافظوا علينا ان انت بقيتي خطر عليا. مين بقى اللي قالك الكلام ده؟ السيد. اللي هو السيد. لان انا قلت مره واثنين ان انا هاخد الولد واوديه. انت ما كنت رافضه ان الولد يفضل موجود في البيت يعني. وعايزه تخليه يروح لاهله يعني. فاما قايل لي انت بقيت خطر علينا. خدوا الولد يومها للبلاد وركبوه في العربيه وقاموا واخدينه ماشيين. هو وعلاء. ولما جه بالليل قلت له فين الولد؟ قام قايل لي الولد ما اعرف نوصله ولا هو يعرف يوصل لنا عشان ما يحصلش مشاكل. تمام. التليفونات مترك. تمام. ماشي. بعدها باربع ايام بالظبط يوم حادث. لقيت ناس بتصوت في الشارع وبيقولوا لقوا طفل غرقان في دره يوسف. كانت يسر دي تابعة الستاموني يعني. معرفش. فقمت قايلة له إيه هو ده يوسف؟ قال لي لا ده مش يوسف. انت قلت لمين الكلام ده؟ للسيد يعني. ده يوسف؟ قام قايل لي لا ما هوش يوسف. قمت قايلة له طيب. فهم خدوا عملوا ليوسف الله يرحمه وتحليل دي ان لقوه هو الطفل. هو المقصود يعني. فقام قايل لي انا هروح اخد حقه من اللي قتلوه. ده اللي قال لك مين بقى السيد؟ قلت له هتاخد حقه من اللي قتله منك انت اللي قتلته. شكيتي فيه بقى على طول؟ ايوه. شكيتي فيه ان هو اللي عملها؟ قام قايل لي لا مش انا ما اقدرش اقتل روح. انا ما اقدرش اقتل روح. طب قول لي انت خدته وديته فين؟ ماشي؟ قول لي انت خدته وديته فين؟ قام قايل لي لو سمعت بتتسحب على الحوار ده تاني مش هيحصل لك كويس. هددك يعني؟ اللي هو السيد؟ بس كده. وبعدها بقى بعد ايه طلقك بعد الواقعه دي؟ حصل مشاكل بقى طلقت في اخر 12. بعدها يعني بقد ايه بعد الواقعه يعني بعد الواقعه دي بحوالي قد ايه تقريبا يعني؟ الوفاه كانت في 10 وطلقك هو في شهر 12. كلمت انت بقى حماده بعدها بقد ايه؟ كلمت مع حماده بشهر بعدها بشهر يعني. كنت بتتكلمي بقى انتقاما من السيد ولا ضميرك اللي صحى وحبيتي تتكلمي؟ هو لما طلقك يعني كده؟ حماده قال لي انت ما تجيش ردت قبل الولد ده. قلت له لا انا ليه عيال عمري ما قتلتك. انا اللي كنت بقتله وانا اللي كنت بشربه يعني. ضميرك انيبك يعني يا رانا؟ عشان حق الولد يطلع. عشان حق الولد يجي يعني. ده كان كان هدفك من ان انت من الابلاغ يعني. ان انت عايزه حقهم حتى لو كان هيجي عليك انت كمان يعني. مشكله بس حق الكلام ده حصل لعلاء والسيد؟ الكلام ده حصل؟ الكلام اللي بتقوله رنا ده حصل؟ انا مش سامعكم. طلعهم لي يا ابني. طلعهم لي. عطس. خلاص يا استاذ خلاص. دي محكمه. في محكمه الله يخليك. تحملونا اكثر من طاقتكم. هو مين فيكم علاء يا جماعه؟ علاء. والسيد الكلام اللي بتقوله مرانا ده حصل يا جماعه؟ حصل يعني. افتكرت الواقعه دي. الكلام ده حصل يعني. كل الكلام اللي انتوا قلتوه في تحيات النيابه حصل يعني. بدون اكراه. بدون ضغط عليكم. حد ضغط عليكم ولا حد اكرهكم ولا حد قال لكم تقولوا ايه او ما تقولوش ايه. يعني اتكلمتوا بكامل ارادتكم يعني. وبلا اي ضغط من شرطه او غير شرطه او كلام من ده. يعني اللي بتقوله رنا ده حصل كله بالكامل يعني. طيب انا هندب لكم محامي. هاتوا برضو المحامي بتاعكم. انا هاجلها عشانكم يعني.
يعني لازم يكون معاكم محامين، يعني ما ينفعش ان انا اسمع فيها اي ما هاجلها برضو عشان الطلب بتاع الاستاذ اللي انا مش قادر افهم منه هو يقصد بيه ايه. بالنسبه لطلب حماده بركات هو لو اقر بالكلام ده بعد اذنك في واقعة التبليغ بعد اذن عداله المحكمه هم قالوا محاكين كلامها يبقى حماده هيجي ضد ايه؟ شق التبليغ وهتفيد بايه؟ ما هو التبليغ ده كان قبل كشف الجريمه بعد اذن الله. لا حماده في نقطه واحده بس بعد اذنك. حماده تيجي على اذنهم هم بس، يعني لا حد من الشرطه جاب سيره ولا حد من الشرطه جاب سيره حماده. حماده تيجي على اذنها هي وعلى بس. وحماده قلنا الحماده حماده وبعد كده الشرطه جاب كلمه. حماده لو بلغ محمد بالبنا بعد اذن الهيئه المؤقره مش اعراب عندي في الورق يا وبعدين ايه؟ وحماده ده بشكل ما هي حماده كان وسيله التبليغ والله اعلم ده حماده ده مين يعني برضه انا مش هقول مش هسيبها ممكن نروح نص الماده 48 بعد اذن عداله المحكمه وهنقولها في الاتفاق ولا شغل سري ولا مرشد ماليش انا في القصه انا ليا الواقع حصلت ولا لا؟ ما انت فاهمني ده حماده ده المفروض يبقى شاهد اسباب عريض الجهاز الوقار عريض الهيئه الوقار حماده ده لو الشهاده يا استاذ وهدان لو سمحت بس عشان بس ما اتكلمش كده يعني انا عايز اروح لنص الماده 48 وهيبقى في الدفاع بعد اذن الهيئه الوقار يا استاذ وهدان انا هجيب لك الشهاده كمان مش عارف انت عايزها ليه نمره واحد نمره اثنين الاساتذه دول المتهمين المحامي اللي الدكتور عريض كان انا كده كده هنجيب لكم محامي النهارده كل واحد هجيب له محامي واحد هجيب من احسن المحامين اللي عندنا ان شاء الله القضيه دي احنا هنجيبها يوم 22/4 القادم ان شاء الله قضيه امبارح كانت 21 قضيه تكون يوم 22 المحامين تكون انت جاهز ان شاء الله ويكون علاء والسيد محمود ابو زيد السيد عبد الله محمد العرفي رنا محمد عبد النور محمد لانهم في يوم 28/10/2023 حتى يوم 4/11/2023 بدائره مركز السدموني محافظه الظفرليه المتهمان الاول والثاني قتلا المجني علي الطفل يوسف احمد فتحي ابو زيد يوسف عمدا مع صحب الإصرار لأن اتفقت إرادتهما ورسم مخططا إجراميا لقتل المجني عليه واحتجازه بحانوت المتهم الثاني وخشية اتضاح أمرهما عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه وأعد لهذا الغرض أدوات حجر أسمنتي وحبل وشد وثاقه وكما فعل واقتاداه عنوة داخل سيارة شقيق المتهم الثاني إلى مكان مصرعه وشد وثاقه بحجر أسمنتي وألقياه في مجرى مائي حيا قاصدين من ذلك إرهاق روح فحدثت وفاته على النحو المبين بتقرير الصفر التشريحي وقد تقدمت تلك الجناية واقترنت بها جنايات أخرى هي أنهما في ذات الزمان والمكان آنفي البيان خطفا وأخرى المتهمة الثالثة بالتحيل والإكراه المجني عليه الطفل يوسف أحمد فتحي أبو زيد يوسف فأن استدرجوه لحانوت المتهم الثاني بزعم من المتهم الأول لمساعدته في رفع بعض الأغراض وما أن أقصوه عن أعين المارة حتى وثقوا أوصاله وكموا فاه درءا لاستغاثته وإمعانا في شل مقاومته وأعطوه عقاقير مهدئة للتأثير على وعيه وإدراكه وتمكنوا بذلك من إتمام مخططهم الإجرامي ونالوا مأربهم على النحو المبين للتحقيقات وهي الجريمة المعاقب عليها
بمقتضى نص المادة 290 على 1 و3 من قانون العقوبات. هذا وأحرز أدوات حجر أسمنتي وحب مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني. المتهمة الثالثة خطفت وآخران المتهمان الأول والثاني بالتحيل والإحراق المبني عليه الطفل يوسف أحمد فتحي أبو زيد يوسف، لأن استدرجوه لحانوت المتهم الثاني بزعم من المتهم الأول لمساعدته في رفع بعض الأضرار، وما أن أقصوه عن أعين المارة حتى وفقوا أوصاله وكموا فاه درءا لاستغاثته وإمعانا في شل مقاومته، وأعطوه عقاقير مهدئة للتأثير على وعيه وإدراكه، وتمكنوا بذلك من إتمام مخططهم الإجرامي ونالوا مأربهم على النحو المبين بالتحقيقات. وعليه فإن النيابة العامة تطالب بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة مع الاحتفاظ بحقها في إبداء المرافعة الشفوية عند طلبها. طبعا يعني تم تأجيل الجلسة ليوم 22/4 الشهر الجاري. انتداب طبيب الانتباه محامي هذا من الحزن المبكي بعد سماع أقوال المتهمين اللي تسمعت إيه بعد النهاردة بعد طبعا في مات اللي هم قالوا كنت عارفاه بيتكلموا مبروك ده يوسف يا ولاد ده يوسف يا قلب امك يا يوسف. مش حاسين بالندم؟ هم ده ما فيش عندهم دم، ما ده ما عندهمش دم يا ولاد، ده بيتكلموا كأن ما فيش حاجه كده. وقولوا ردك ايه على اقوال رنا اللي كانت محتجزة وتقول لك انا كدابة؟ طبعا كدابة دي تقول لك انا مدعي في حضنك من يا كدابة يوسف ابني ما بيتقامش في حضن حياتك. اتفاجئت بالمسمعين اللي انا النهاردة اتفاجئت مش مصدقة كلام انا كدابة ده بتدافع عن نفسها هي والقصد اللي جايباه ده اهو بتحاول تبرأ نفسها بتدافع عن نفسها وقعدت تقول بدك بدي يوسف ده يوسف كبير ويوسف هبال وصغنن وطفل رضيع ده ابني ما بيتقامش في حضن عارف ان هو مخطوف ومسروق هي اللي لا اولاد هيضرب لنا في اولادي ربي حسبي الله ونعم الوكيل ايه اللي الجريمه وكشفت المتهمين ده هل ده يشفع لها؟ لا ما يشفعلهاش لان ده هو كان قدامها كان قدامها ما اتكلمتش ليه صدقتيها ان هي قالت ان هي اللي بلغت عنه؟ ما هي كدابه كدابه في كل اللي بتقوله كدابه في كل كلمه بدل ما هي بتحاول تستعطف في الجميع ايوه هي كدابه لان كان قدامها يوسف قدامها يوسف من اول لحظه ما اتكلمتش ليه كان قدامها وقت ان هي تبلغ كان قدامها وقت اتكلمت لك مش عارفه ده البنت اللي قالت ان ضميرها صحي بعد 4 شهور ايوه ضميرها ما اعرفهاش ما اعرفهاش ضميرها صحي بعد 4 شهور يا اصل ده لما السيد طلقها ورماها فهي حبت ان هي تعمل كده بس وخلاص انتقاما منه لكن هو من اللي قايلها لكن مش ضميرها يعني بجيب حق يوسف حق يوسف من اللي تجيبه هو كان قدامها يوسف حي اصلا وتكذب وتقول كنت باكله في حضني لا والله العظيم لا دي كدابه ما اكلتوش حتى بالصوره قالها في المسمع حاجه ما كلهاش خالص ليه النهارده بعد اللي هي اللي كانت بتقول ان هو محتجز يوسف فيه ما تسمعش فيه النداءات بتاعتها لا هي عارف وبتسمع طبعا حاله من انهيار أسرة والدة يوسف جودة اللي تم احتجازه واختطافه يعني
شفتوا بردين ازاي؟ بردين ازاي؟ وانت دي كتاب جلسه جاي ومصحف كتاب بتقول لي حقك هيجي ولا مش من اول لحظه ليه؟ فهي فقدت الانسانيه بس اللي تقول لك فقدت الانسانيه حسب الله ونعم الوكيل فين؟ حسب الله ونعم الوكيل فين؟ سألتك لثلاث متهمين النهاردة أول ما شفتين إزاي كده هو فين بيتكلموا بدم بارد؟ ربنا انتهم من كانوا فعلا بيدوروا معاه ده المكان اللي كان كانوا بيدوروا على يوسف وقت الاختفاء المكان اللي كان مختبأ فيه يوسف ده اللي هي بتقول عليه ده كان تحت الأرض ما ولا تحت الأرض ولا حاجة ده الدور الثاني شفتيها وقت ما كنت بتبحثوا عن يوسف لا يعني ده ما عرفوش لأنها كانت نفس القاعدة كانت بتظهر عندها وقت ما كنتوا بتدوروا على يوسف هي كانت طبعا بنتابع مع حضراتكم من داخل محكمة جنايات المنصورة النهارده محاكمة المتهمين الثلاثة بقتل يوسف جودة ابن قرية الشوامي تبع المركز بالقاسم ومحافظة الدقهلية طبعا رفعت الجلسة برئاسة المستشار مجدي بيه القاسم طبعا أجلها تم تأجيلها ليوم 22/4 الشهر القادم بحين انتداب محامي للمرافعة عن المتهمين. فتابع مع حضراتكم مزيد من التغطية داخل محافظة الدقهلية. أشكركم شكرا جزيلا للمتابعة.